ما هي أكبر غابة استوائية في العالم؟ تعتبر غابة الأمازون أكبر الغابات الاستوائية في العالم، وهي تغطي مساحة تبلغ حوالي 5,500,000 كيلومتر مربع. تقع غابة الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية، وتنتشر عبر 9 دول، منها البرازيل التي تحتوي على الجزء الأكبر من هذه الغابة، بالإضافة إلى بيرو، كولومبيا وفنزويلا. غابة الأمازون ليست فقط الأكبر من حيث المساحة، بل تعتبر أيضاً أغنى نظام بيئي على وجه الأرض. تضم الغابة أكثر من 390 مليار شجرة من حوالي 16,000 نوع مختلف، كما تعد موطناً لملايين الأنواع من النباتات والحيوانات، بما في ذلك العديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. إلى جانب ذلك، تلعب غابة الأمازون دوراً حيوياً في تنظيم مناخ الأرض، حيث تنتج حوالي 20% من الأكسجين في العالم، وتعرف بأنها رئة الأرض. ولكن تعاني الغابة من التحديات البيئية مثل إزالة الغابات والحرائق، مما يهدد تنوعها البيولوجي ووظيفتها البيئية.